شو صار بالكبة؟ كبة شو؟ حسن خبرني إن اليوم ده نتغدى عندك وبعتني ساعدك بالكبة. والله أجلناها لبكرة. أمر بكرة جاية لعندي ومشتهية على الكبة وقليل لا تعملها يعني. إيه؟ شو علي؟ شو رأيك قوم ساوي لك فنجان قهوة نشربه أنا وياكي على رواق؟ خليكي قاعدة. أنا بصراحة بحب أشرب فنجان القهوة لما بيكون بيتي نظيف وأرض الديار مشطوفة. قومي الله يرضى عليكي، اشلحي ملايتك واشطفي لي هالديار وبطريقك اسقي لي الزراعة. ايه تكرمي مرت عمي، هلا بشلح الملاية وبشتغل أنا وياكي. شو اشتغل أنا وياكي؟ راسي عم يجعني، حاولت أقفله لراسي ما مشي الحال. الله يخليكي، أنا فايتي اتسطح وريح بدني شوي. ايه شو علي مرت عمي، فوتي تسطحي وارتاحي، وأنا بساوي البيت على مهلي. الله يرضى عليكي يا أبونا، الله يرضى عليكي. آخ خير منى، كأنك تعبانة؟ إيه والله تعبانة، شطفت أرض الديار وعزلت المطبخ وتعبت. بعدين شو ما في أكلة كبة اليوم، قال أمك أجلتها لحتى تجي أختك قمر. ليش وين أمي؟ متسطحة جوا تعبانة وانبليت أنا بشغل البيت، لو عرفانة هيك ما كنت إجيت على الفاضي. شو بنا منى؟ شو في إذا اشتغلت البيت عن أمي يعني؟ مو مشكلة، مشي الحال. يه 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 يبعت لي حمى عليكي، أخذتني نومي وخليتك تعملي البيت لحالك، يبعت لي ميت حمى يا عا. معيد الشيش. أهلين تقبرني، أهلين يا مو. أهلين يا مو، الله يخلي لي إياك يا رب. شو الله يسمعنا الأخبار الطيبة، قال لغيتي أكلة الكبة؟ لا ما لغيتها، أجلتها. إيه ولا يهمك يا مو ولا يهمك. هلأ بتقوم منى على المطبخ بتشوف شو في عندك تعملنا أكلة من أكلات الطيبين. خير ما بتعمل. إيه تكرم عينكم أنتوا الاثنين. هلأ بشوف شو في بالمطبخ وبساوي شي أكلة. الله يرضى عليكي، عملي لنا فنجانين قهوة إلي ولجوزك. هي تكرم عينك مرت عمي، تكرم عينك. الله يرضى عليكي، من البنات الجداد فوق الرف محطوطين. إيه على عيني. الله يخلي لي إياكي يا مو، طمنيني عن صحتك منيحة. الحمد لله، بألف خير يا مو، بألف خير. الله يرضى عليك. ابن عمي، خليك نقعد شوي نسهر أنا وياك. آخ والله بدي فوت نام لأنه عندي فيقة بكير وتعبان. الله يسامحك، وهي أنا اليوم تعبانة كمان، يعني وعملت كل شيء وعزلت. هلا كله لأنك ساعدتي أمي ببيتها؟ لعمة! الله سترك ما بعت لك وحدة من هالحموات يلي بيشغلوا كنايلهم بالطبخ والنفخ. بس هذا الحكي ابن عمي بتقوله لكني ما عندها بنت أحمى عايشة مع حماتها بالبيت، ما شاء الله أختك قمر عند أمك وفيها تعزل مع البيت. قمر؟ قمر الله يعينها على ما بلاها. ليش قمر شبهها خير؟ متجوزة جوازة عين الله عليها وجوزها مشنشلها بالذهب. حبيبة قلبي الشغلة ما بتنحسب بالذهب، الشغلة بتنحسب بالمعاملة الحسنة. بتعرفي انه نقي كان طير لي نومي؟ ايه بعتذر. قوم نام، قوم نام وريح حالك. قايم يلا يا مو، كفي لبسك وخلينا نروح لبيت اختك بسرعة. يا مو روح معك على الموت، بس فهميني شو القصة؟ اجت اختك لعنا الصبح وهي عم تشكي وتبكي، وصلانة هي وجوزها للشيطان الرجيم. يلا يا مو يلا. هذا جوزها ما عاد ينعطى وش منه، بستنيني تكة يا مو. الله لا يوفق كل حماية ظالمة وما عندها قلب. مرت عمي يعني هي متخانقة مع حماتها شي؟ ولك ايه، ضلت وراها لحتى طفشتها من البيت، ولك مو بس هيك كمان عم تعلم جوزها عليها يصرخ عليها ويجور عليها كمان. الله يستر يا رب. شبي شبي مرت عمي شبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم يا مو ما ساويت إلا شيء، بس هي فاتت لعندي على البيت وبلشت تتأمر علي، على ليش هيك بيتك وليش هيك لابسك وشو طبختي اليوم وشو بدك تطبخي بكرة وليش ما عم تجي لعنا. يعدمني ياها هالكهينة. لك والأنكى من هيك يا مو إنه فاروق بدل ما يوقف معي عم بيصرخ علي ويتنتور فيني قدامها. ولك يعدمني ياها هو التاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، أهلين تقبرني. شو صار معك ومع صهرك؟ حكيته؟ بلا حكيته، بس راكب راسه ومتنح ما بده.
طبعا امه عم تعبيه له براسه. لك يضرب براسه وراسه. صحيح قمار، انت قايله لحماتك انه ما تتدخل فيكي؟ ايه مزبوط اخي، بس والله العظيم ما حكيت هيك الا بعد ما كانت مطلعه روحي وهي عم تتدخل بالشارده والوارده. يلا بسيطه، روقي ولا تعصبي. قومي غسلي وشك بمي بارده وتعالي ناكل لقمتين طيبين، وتعالي احكي لي قصصهم قصه. شو رح تعمل يامو؟ بدي ربي له صهري، بدي فهمه انه هو متجوز بنت عالم وناس، بدي فهمه انه في وراها رجال. بدهم عبده الله معه. لك الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك. لك الله يخلي لي اياكم وما يحرمكم من بعض يا حق. الله يخلينا اياك يا عم. قومي اختي. يا منى، منى. ايه ابن عمي شو في؟ شفتي لي سك الزواج تبع اختي بجوزها؟ يو سك الزواج تبع اختك شو بده يعمل عنا بالبيت؟ شو بده يعمل؟ اليوم كتبوا كتاب وانا جبت نسخه وخبيتها هون. ايوه ليش شو بدك فيه ابن عمي؟ بيلزم اليوم بدي روح شوفه لفاروق، بدي احط النقط على الحروف. لهالدرجة واصلة ابن عمي؟ واصلة لهالدرجة وبدي وصلها أكثر وأكثر. طيب احكي لي شو في؟ عديل احكي لك. حماتها لأختي كل يوم والتاني بتبعت لها خبر. أختي بتنظف لها البيت، بتطبخ لها، بتكنس لها. حماتها لأختي بتتدخل فيها بكل شيء، إذا بدها تروح مشوار هي وجوزها بدها تروح معهم، بدهم يطلعوا فرتين بدها تفرتن معهم، قاعدة فوق قلبها، عم تتدخل بكل شيء بحياتها. تخيلي هذاك اليوم عزموه على الغداء، لبست الطبخ والتنظيف والتكنيس والكوي. شو هالغلاظه هي؟ مو بس هيك، عندك ثلاثه بنات احمى كل وحده قد الشنطيره، والثلاثه ما بيساعدوها. ولما بيجتمعوا تقعد الام مع بناتها بيتوسوسوا بيتهامسوا. اختي شكت له لجوزها، هذول شو بيقول لجوزها؟ بس ولك هدول اهلي وهي امي، ومن واجبك تطيعيهم. عجبك ما عجبك الله معك. شو هالرجال هاد؟ كرامة اختي انا عندي اياها بالدنيا كلياتها، اذا ما حفظت لها اياها ما بكون ابضاي. اسمعي لك هالكلمتين، المرأة اذا ما حفظت كرامتها ببيت جوزها من اهله بيكون جوزها مانو رجال. عم تسمعيني؟ واختي هيك عم يصير فيها. شو ما قالت له امه برد عليها، هو لو كان زلمة بيعرف يرد على أمه بيقول لها هي مرتي، بس هو مو طالع بإيده شي. منشان هيك أنا هلأ وعدت الشيخ رايح على البيت استناه، وبيجي فاروق بقعد راسي لراسه. زبط الموضوع زبط، ما زبط الموضوع يا دار ما دخلك شر، رح طلقون. بدك شي؟ سلامة قلبك. ادعيلي. الله ييسر لك. لوين يا ما هو؟ على بيت اهلي. هيك؟ بدون لا اهل ولا دستور بدك تروحي لعند بيت اهلك بدون ما تاخذي اذني؟ لاني مو رايحه زياره ابن عمي. مو انت قلت لي الرجال يلي ما بيحفظ كرامه مرته قدام اهله وقدام العالم رجال ما بينعاش معه؟ والاسباب يلي رحت وطلقت اختك مشانها انا الي زمان عم عايشه معك، ومو من هلا من شهور وانا عم اقول لك. وانت شو تجاوبني؟ تجاوبني مثل فاروق ما بيجاوب اختك. بس الفرق هون انه اختك ما هانت عليك، بس انا هنت. هنت عليك. بس يكون بعلمك انا كمان عندي اهل وكرامتي كثير كبيره، واهلي ما بيهون عليهم يلي عم يصير فيني. لهيك انا رايحه على بيت اهلي، ويا اما بتقبل بشروطي يا اما يا دار ما دخلك شر.